ناشد عدد من أهالي مرضى الفشل الكلوي بمستشفى ثورة بمحافظة إب، ناشدوا الدولة والحكومة ممثلة بوزير الصحة العامة والسكان بسرعة التدخل وإيقاف النافذين عن ممارساتهم التي أدت إلى إيقاف العمل بأهم مستشفى في المحافظة بشكل كامل بما فيه قسم الطوارئ وقسم غسيل الكلى، الأمر الذي أدى إلى تفاقم معاناة المرضى، الأمر الذي قد يعرض العديد منهم إلى الموت سيما المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي. يذكر أن المدير السابق لهيئة مستشفى الثورة رفض تسليم الإدارة للمدير الجديد بعد صدور قرار جمهوري بذلك.